70 يوما وقد مرت عجافا على قطاع غزة المحاصر، والاحتلال يدكه بحرا وبرا وجوا. الشارع الأردني طوال هذه الفترة كان يعتريه الغضب ويعبر عنه في الشوارع. هنا بالقرب للسفارة الأمريكية خرجت مسيرة بالآلاف منددة بالدعم الأمريكي بعد أداء صلاة الجمعة وصلاة الغائب على أرواح الشهداء. هذه المسيرة التي دعت لها الحركة الإسلامية والملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن في تقارب نادر بين هاتين الجهتين، ما يدلل وبحسب مراقبين بأن غزة والقضية الفلسطينية باتت أقدر على تجميع وتوحيد الصف الأردني الداخلي. المشاركون بهذه الوقفة نددوا بالدعم الأمريكي للاحتلال الإسرائيلي ووصفوا ما هو الحال بأنه هولوكوست، مطالبين بإيقاف هذا العدوان الذي وصفوه بأنه صهي أمريكي. أيضا المشاركون ومن خلال هتافاتهم هتفوا للقسام وللمقاومة وقادتها، كما أطلقوا هتافات تهكم على المعدات والآليات العسكرية التي دمرتها المقاومة وأبرزها المركبة. أيضا المطالب هنا كانت بوقف الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، مطالبين بإغلاق السفارة الأمريكية ووقف كافة أشكال التعامل مع الأردني فيها. هذه الفعاليات التي تنطلق في عدة مدن أردنية بالتزامن مع ذكرى 36 لتأسيس حركة المقاومة الإسلامية حماس، تأتي فيما أعلنت القوات المسلحة الأردنية عن تنفيذ إنزال خامس على شمال قطاع غزة، إنزال تضمن مواد طبية وعلاجية للمستشفى الميداني الأردني شمال القطاع، وبمشاركة ولأول مرة من الأميرة سلمى ابنة العاهل الأردني، وهي بطبيعة الحال ملازم أول طيار. فيما أعلنت القوات المسلحة أيضا عن استقبال المستشفيات الميدانية في قطاع غزة والضفة الغربية لآلاف الجرحى والمرضى. لينا قرعان، تيرت عربي، بالقرب من السفارة الأمريكية، عمان.